جايلكم جايلكم في الحلقة الجاية بمواهب كده برضو جديدة. جايلكم في الحلقة الجاية بمواهب كده برضو جديدة. واحنا هنستناك يا فاتن دايما حبك وانا ساكن. احنا هنستناك يا فاتن دايما حبك وانا ساكن جوه قلوبنا حبيبه. اعزائي المشاهدين، حلقه جديده ويوم جديد وبرنامج رؤيه جديده من قناتي المفضله على قلبي دائما الصحه والجمال. مبسوطه جدا ان انا طالعه لكم النهارده هوا من القناه اللي انا بحبها والناس اللي انا بحبهم. هقدم كل شكري وامتناني لاداره القناه، ثم استاذ نصر الشاهد، ثم عم عزب واستاذ محمد عزب مدير التصوير، وكمان استاذ وليد عماره واستاذ عبد الكريم صوتيات. شكرا لكم جميعا. النهارده هكلمكم على حاجه زي الحلقه اللي فاتت تقريبا. ايه هي؟ ولادنا. ومش هنسى ادهم طبعا 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 طبعا. يا ادهم تسلم لي وتسلم فيديوهاتك. طيب نرجع تاني ونقول احنا هنتكلم على ايه النهارده. العنوان بتاع الحلقه عنوان كبير شويه. ادهم يلا نزله لنا يا ادهم عشان الناس تعرف. يا ترى هنتكلم على ايه؟ ولادنا امانه، ما خلقوا للاهمال ولا للاهانه. تاني، ولادنا امانه، ما خلقوا للاهمال او للاهانه. اوعى تفتكر ان ربنا اداك ابن او ابنه عشان تهينهم او تهملهم بحجه ان انا في الشغل، بحجه ان انا مش فاضي، بحجه ان ماما موجوده. لا اسفه، حضرتك اب ومسؤول. اوعي تهملي ولادك او تعاقبيهم بقسوه بحجه ان انت بتربيهم. لا معلش، بعتذر لك، دي مش تربيه ومش دي الطريقه اللي احنا كلنا اتربينا فيها. كان العقاب بنظره العين. افتكري كده، والدتك وجدتك كنا من نظره عين نفهم الام عايزه ايه، من نظره عين نهاب الاب بدون ما يمد ايده. يلا النهارده نشوف ضيوفي وضيوفكم ونشوف هنقول ايه مع اولادنا وهنستفاد ولا لا. اتمنى ان انتوا تستفادوا. استنوني بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته. ساعه سعيده في رؤيه جديده، وانا هديك معلومه اكيده، وانت معانا هتشوف صوره ومواهب شابه ومغموره. ساعه سعيده في رؤيه جديده، وانا هديك معلومه أكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومعلومة أكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة. أنا راح أجيبها علشان تظهر كده في الصورة، يمكن تبقى في يوم مشهورة. ورجعنا لكم تاني وبرنامج جديد وحلقة جديدة ورؤية جديدة لينا كلنا. إيه الرؤية الجديدة؟ ولادك يا ترى هم أمانة؟ هتهملهم؟ هتهتم بيهم؟ كان واجب عليا أجيب الجد، كان واجب عليا اجيب اعلامي عنده حكاوي كتير عن التربيه والاخلاق. معايا ومعاكم الاعلامي يحيى السيد. اهلا وسهلا. اهلا بيكي، منور الدنيا كلها بوجودك. اخبارك ايه؟ انا سعيد جدا بالبرنامج اللي انت عاملاه ده. انا اسعد والله بوجودك، لانه بيمس شريحه كبيره جدا من المجتمع. الشريحه كل الاباء والامهات. يعني الطفل ده مهم جدا طبعا. يعني احنا افتقدنا حاجات كتيره جدا جدا بسبب موضوع الامهات ما عندهاش الوعي الكافي. احنا نسينا ان هو مشروع العمر. طبعا طبعا، فهو فعلا موضوع دقيق وموضوع مهم، وانا بشكرك عليه بصراحه. تسلم يا رب. لان احنا محتاجين توجيهات كتيره جدا جدا، ومحتاجين برامج كتيره تتكلم عن الطفل، ايه اللي بيحب الطفل، ايه اللي بيحاول يعرفه الطفل، موهبته ايه، مين يتبناه وهو صغير عشان لما يكبر تكبر الموهبه معاه. وزاره التربيه والتعليم ليها دخل، وزارة الثقافة ليها دخل، الناس دي كلها ليها دخل في الموضوع. تمام. فالدولة معنية تماما بالطفل المصري. كلنا بنتكلم في النفس البشرية وبنقول ان بداية النفس البشرية والام حامل. نعم. البيبي من وهو في بطن امه حاسس بيها وبصوتها وبزعلها وبفرحها. نعم. لما بدأنا ندخل على الاسر ونقول لهم اهتموا بولادكم، بدأوا يبصوا لنا نظرة ايه؟ ايه بتوع التنمية البشرية اللي داخلين علينا دول؟ ايه بتوع علم النفس دول؟ هنعمل ايه للولاد الصغيرة؟ فانا النهارده جايبه لهم نماذج. نعم. وفي الحلقات اللي فاتت كنت جايبه نماذج للمراهقين وللاطفال الصغيره اللي هي الطفوله المتاخره. النهارده نعم. هيوريهم نماذج، بس قبل ما اوريهم النماذج نعم. عايز اعرف راي حضرتك، ايه اللي حصل وخلى الام تتجه قوي لطموحها هي شخصي وتنسى طموحها كام؟ هو حضرتك احنا زمان واحنا بنتربى الام والاب كان ليهم دور كبير جدا في حياتنا. كان الاب بيروح الشغل الصبح بيرجع الساعه 3، كلنا بنتجمع على طبلية واحدة زي ما بيقولوا. تمام. وبنقعد كلنا، لازم الوالد يشوف كل ولد وكل بنت عمل ايه ومركز. مركز. مركز في شعره، كل حاجة، ضوافره، صلى ولا ما صلاش. بالظبط. انت بتاكل بصوت. بالظبط. مش سايب الدور كله للام وملوش دعوة. بالظبط. حضرتك يمكن التنمية البشرية بتبقى ليها دخل كبير في الموضوع ده، ولكن احنا افتقدنا كتير جدا الجيل اللي جه بعد ابهاتنا. ايوه. كويس شوية لو وجلنا احنا،
لكن الجيل اللي بعد كده بدأ يضعف. لاحظ ان كلامك حساس. نعم. انت بتتكلم على الجيل بتاعنا، احنا واعيين اهو وبنقول احنا موجودين وهنربي ولادنا. احنا التربية حضرتك مش معناها ان انا باكل واشرب بس، مش بصرف، مش كريدت كارد طبعا. انا بابا مش فيزا بالظبط ولا ماما كارت عشان اروح بيه للمدرسة. فانا معني تماما تماما كأب وكأم بخرج المواهب اللي مع طفلي، اعرف بيحب ايه، اعرف بيمشي ازاي، اعرف بعينه فين. السمع دلوقتي فيه تكنولوجيا، تمام، لازم انظم موضوع التكنولوجيا مع الطفل من صغره عشان يستفيد منه. تمام. لان هو الولد طول النهار ماسك الفيسبوك وماسك الالعاب وعمال يدور على الحاجات اللي ملهاش لازمه. يعني اخلي الحاجه نعمه وليست نقمه. بالظبط كده. الحاجه اللي في ايدينا التكنولوجيا دي هي ادمان تبقى نقمه، لكن انا ممكن ارجعها تاني لنعم وتبقى خير علينا وعلى اولادنا. طيب. تهذيب حضرتك الرؤيه. تمام. والوقت مهم جدا جدا للطفل. انا اقول له يتفرج على ايه واحببه فيه، وفي نفس الوقت اساله بعد ما يتفرج ايه واستفاد ايه. عندي سؤال كده. اتفضلي. مضايقني كده. اتفضلي. انت كده بترمي كلامك كله بتقول الاب. الاب. نعم. يعمل. نعم. يعني عايز تقول ان الاب له دور كبير طبعا اكتر من الام؟ لا، هو مش اكتر من الام، لان الاب بيطلع بره البيت. لكن دلوقتي في مشكله كبيره ان الاب والام بره البيت. ما احنا بنجيب مربيه او يعني بنودي مدرسه انترناشونال او مدرسه كويسه. حضرتك المربيه بتنقل نفسيتها اخلاقياتها وعاداتها وتقاليدها هي وليست الامومه. فهي الام لما المربيه لما تربي الطفل خلاص بيطلع طبعها ويحتمي فيها في اي مشكله. مناسي الام دي مشكله كبيره جدا. زمان كانت في موجوده برضو العمليه دي. تمام. الناس عاليه القوم كان بيجيبوا مربيه عشان هم مش فاضيين. استاذي الجميل عمل فيا مقلب، استاذ وليد المخرج دلوقتي، وكنت عايز اعمل مفاجاه للمشاهد بس هو حرقها لي. نعم. وظهر لنا على الشاشه شخصيه انا بعتز بيها، انا شخصيا بحترمها جدا وبعزها جدا. نعم. طبعا ما اقدرش اخبي عليكم ان احنا معانا النهارده الشيف حسن الرفاعي، ولكن كنت عايز اعملها مفاجاه، وطبعا استاذ وليد طلعه لنا على الشاشه. اهلا يا شيف حسن. ازي حضرتك؟ منور الدنيا. ربنا يعزك بوجودك. طبعا انا وانت هو حرق لنا المفاجاه، معلش. احلى مفاجاه برضه. احلى مفاجاه بوجودك معانا النهارده. ربنا يخليك يا استاذه. تعمل لنا ايه النهارده؟ احنا النهارده احنا بما ان حضرتك بتتكلمي عن التنميه البشريه. أيوة. والاطفال احنا يعني عارفين عن الاكل الصحي. عن الاكل الصحي احنا دلوقتي بنسمع عن ورقه لحمه، ورقه سجق، ورقه كبده. أيوة. طب مع ان اطفالنا واولادنا ما بيحبوش الحاجات دي. أوه. يعني قليل لما تلاقي طفل بيحب لحمه وبيحب كبده وبيحب سجق. تمام. فالنهارده هنطلع نعمل حاجه مختلفه، هنعمل ورقه فراخ. ورقه فراخ. مفيش طفل ما بيحبش الفراخ. اطفال وهيحكموا عليك يا شيف حسن. ان شاء الله هتعجبهم باذن وأنا الله. وانا اول طفله فيهم. حضرتك فوق راسي. هنسيبك تعمل شغلك ومش هنعطلك، وهنرجع لك كل شويه كده عكسك. ماشي. نورتنا. ربنا. نرجع تاني للاعلام الجميل يحيى السيد. نبهنا لدور الام والاب، ولكن لا نغفل ان ده لازم اقول للام، اوعي تنكري دور العم والعمه. نعم. اوعي تنكري دور الخال والخاله. نعم. اوعي تقولي ان الجد كبير ومش فاهم ولادي عايزين ايه، او الجده كبيره في السن او مريضه ومش مستحمله صوتهم. بالعكس، لازم كلنا نتجمع تاني زي ما حضرتك، انا هسرق منك اللفظ، نتجمع على الطبليه. نعم. تاني مع بعضنا. نعم. لفظ الطبليه هنا كنايه ان احنا نتجمع. بالضبط. مش فكره ان احنا نقعد على طبليه، ولو قعدنا. نعم. مش عيب، دي من ضمن عاداتنا وتقاليدنا. نعم. طيب تنصح كل اب وام يعملوا ايه في الايام اللي احنا فيها، في ظل الظروف اللي احنا فيها وحط فيها الكورونا؟ انت قلتي حاجه مهمه جدا، الجد. اه طبعا. انا جدي كان بيعلمني، كان جاهل، ما عندوش، مش متعلم، بس كان عندهم بصيره. كان عندهم فهم. ده كان بيحفظ شعر. اه يعني ده كان بيقول لي على ابيات شعر عشان اقولها عشان يديني فلوس. تمام. فقال حاجات جميله جدا انا لحد الان حافظها. تمام. يعني العلم نور لمن عمل به، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، فوز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياؤه. هو اللي علمني الكلام ده. الله يرحمه. شوف بس أنت لسه فاكر إزاي؟ لسه فاكر. يبقى في تأثير لكل العيلة. بالظبط كده. فأنا ما ينفعش ألفظ حد من الأسرة. في تأثير. بالزبط. ولا تقصير؟ في الاتنين. ولا الاتنين موجودين دلوقتي موجودين في مجتمعنا؟ الاتنين. اما بيبقى فيه تقصير بيبقى فيه تاثيره. تمام. ولما يبقى فيه تاثير بيبقى اثره على اولادنا بالخير والنعم والسعاده. بالظبط كده. فهو الموضوع حساس جدا. برضو حضرتك نرجع تاني نتبنى الاطفال من الصغر ونعرف توجيهاتهم ايه او توجهاتهم ايه، يحبوا ايه، عشان ابدا انميها جواها. لان تمام. احنا مجتمعنا مليان. انا شفت مواهب في وزاره التربيه والتعليم فظيعه،
بس مين يتبنى؟ كلنا موجودين. فاحنا عايزين رؤية يعني جديدة النهاردة، رؤية جديدة وكل وبرامج كتير جدا. أنا فخور جدا بالبرنامج اللي انت عاملاه، احنا اللي فخورين بوجودك معنا. والله فعلا انت ممتازة في الموضوع ده. تسلم. بس كده شهادتك هتبقى مجروحة والناس يقولوا ان احنا والله بتجاملني بس كدا. عشان الغدا بس عشان الغدا والشيف حسن. طيب ماشي. طيب اسعدنا بصوتك الجميل لحاجة بقى للأطفال. نعم. حاجة للأطفال. انا هغني معاك. كنا بنقول حضرتك زمان، امسك بقى المايك بقى كده وورينا الجمال. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو صوصو، شاف القطة قال لها بسبس، قالت له نو 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 نو. ماما قالت له سيب القطة وخليها في حالها، ساب مدرسته ورمى كراسته وراح جري شكلها. راحت القطة مخربشة ايده ولما مسك ديلها، وادي جزات اللي ما يسمعش كلمة ماما تقولها. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو، شاف القطة قال لها بسبس، قالت له نو 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 نو. الفنان محمد فؤاد لما قال الاغنية دي، هو غنى للأطفال كتير، هو كان عاشق للطفل حقيقي. فاحنا اولا بنوجه شكر عيله الحو، عيله محمد فوزي كلها، وبنقول فين الاغنيه اللي بتخص الطفل دلوقتي برضو. وهنا بيقول لهم بيعلمهم حاجه، انه يسمع كلام ماما وما نعم يسيبش المدرسه. نعم نعم. يعني جوه الاغنيه الجميله مجموعه من الاوامر بس بطريقه لذيذه. هو بص حضرتك، انا ممكن اقبل اي حاجه كطفل، بس مش بالامر، مش بالامر، بالحب، احببه بالحب والاحتواء. انا اكافئه اعاقبه، بس العقاب يكون على مستوى الحدث. قول لي، هو انت وقتك بيخلص معايا بسرعه ليه؟ هقول لحضرتك. احنا بنتكلم اصل في كيمياء. ايوه يعني حضرتك تنميه بشريه، انت كويسه جدا ما شاء الله، دي شهاده اعتز بيها. ورياني. أيوة. فانت بتسالي الاسئله اللي هي بتطلع الحاجات المهمه. طب انا عايزه اغنيه حلوه كمان. نعم. للاطفال، عشان معانا اطفال النهارده. نعم. تحب تسمعي اللي انت تحبه؟ انا بحبه. نسمع للاطفال. نسمع للاطفال. طب احنا طفل كبير وطفل صغير؟ انا اصغر طفل هنا ما تقلقش. ممكن نقول والله مش خاطر على بالي. طب قول لنا للكبار عشان ماما وبابا ما يزعلوش. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيناي، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيناي، خليني أقول ألحان يتمايل لها السمعين وترفرف لها الأغصان، إن أنجس مع الياسمين وتسافر لها الركبان طويين البوادي. ضي شوي 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 شوي، غني لي غني وخد عيناي. لا 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 لا، برافو شيف، شقف يا ليه. برافو. ايه الجمال ده؟ بص حضرتك بتوحشنا. الله يخليكي الله يخليكي. هو بص حضرتك، الفن يعني المغنى حياة الروح فعلا. هي قالت ام كلثوم كده، لما يكون الانسان جواه في قطعه فن، حته فن، بيعمل كل حاجه حلوه. صح. عشان فيها احساس. بالظبط. ما بيعملش حاجه غير اللي حاسسها. الرسم، الغنى، الشعر، الموسيقى، الحاجات المهمه دي جدا لازم ننميها جوه الاطفال. عايز الحق واخد منك نصيحه لكل ام. حبوا اولادكم صح. الله عليك الله عليك. حبوا اولادكم صح. هختم بالنصيحه الجميله دي واقول لكم فاصل صغير وهرجع لكم تاني. اوعى تروحوا في اي حته. سعيدة في رؤية جديدة، وانا هديك معلومة اكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة، انا راح اجيبها علشان تظهر كده في الصورة، يمكن تبقى يا جوجو. رايحة برنامج ايه؟ نقادي. مع مين؟ هتعملي ايه؟ هتعمل مع دكتور. انتي بتحبيها ولا لا؟ بحبها. ازيك عبد الرحمن، عامل ايه؟ كويس. رايح فين بكره؟ هتعمل ايه؟ رايح برنامج رؤيه جديده. هتعمل ايه في البرنامج؟ هتكلم مع دكتور.
انت بتحب دكتور فاتن ولا لا؟ ايوه بحبها. ايه اكتر حاجه بتحبها بدكتور فاتن؟ تعلمني حاجات حلوه. رايحه فين يا هموسه بكره؟ مع دكتور فاتن. فين؟ جديده بحبها قد الدنيا احسن بتعدني قوي. طب انت هتعملي ايه عندها بكره؟ هفهم. رايح فين بكره؟ فين؟ البرنامج بتاعها. اسمه ايه؟ لا يا جديد. وهتعمل ايه هناك؟ هلعب تو. بتحب دكتورة فاتن؟ اه. ليه؟ عشان هي هتوديني معاها. ساعة سعيدة في رؤية جديدة، وانا هديك معلومة اكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة. انا راح اجيبها علشان تظهر كده في الصورة، يمكن تبقى في يوم مشهورة، تعمل لينا حاجة فريدة.